اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن محمد عبد العظيم. ازيك كابتننا؟ ازيك يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ وانت كمان وحشنا والله. بس انتوا مش وحشنا عشان شايفينكم طبعا كل يوم. ربنا يخليك يا حبيبي، اهلا بيكم طبعا، سعيد بوجودي معاكم النهارده، وان شاء الله نعمل حلقه كويسه يا رب ان شاء الله. كابتن عظيمه، بين احتراف اللعب والتدريب تقرير ونرجع نكمل. محمد عبد العظيم الشهير بعظيمة، من مواليد 17 من أكتوبر عام 1968، وأصبح أحد لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي في موسم 89-90، قبل أن يبدأ رحلة استثنائية أخذ فيها زمام المبادرة ليقتحم الاحتراف الأوروبي من ألمانيا، فأصبح الأول من بين اللاعبين المصريين على مر التاريخ بقميص الأندية الألمانية بالانضمام لصفوف فورتونا كولن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني موسم 90-91، وسجل أول هدف للاعب مصري في تاريخ كأس ألمانيا. وقبل انطلاقة الموسم 94-95 وقع عظيمة عقدا للانتقال لصفوف شتاير النمساوي، وسجل 5 أهداف في 45 مباراة بالدوري، بالإضافة إلى هدف تاريخي هو الأول للاعبين المصريين في تاريخ بطولة كأس الاتحاد الأوروبي انترتوتو في مرمى إيراكليس اليوناني عام 1995. وعقب محطة النمسا واصل عظيم التفرد بالانضمام لصفوف أولسان الكوري الجنوبي ليصبح اللاعب المصري الأول والأخير الذي يلعب للعملاق، ويعتبر مهاجم النادي الأهلي السابق أحد أساطير أولسان ضمن أول جيل يحقق بطولة الدوري الكوري الجنوبي لهذا الفريق في موسم 96-97. على الصعيد الدولي خاض عظيمة 21 مباراة بقميص منتخب مصر، ومنها بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1992 تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري. محمد عبد العظيم، محمد عبد العظيم رقم 8. أما على الصعيد التدريبي، يعتبر عظيمة أول مدرب مصري يحصل على رخصة التدريب يويفا برو. عمل عظيمة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتوج بدور الشباب 5 مرات متتالية قبل أن ينضم للجهاز الفني للفريق الأول كمدرب عام في عهد البرتغالي جوزيه بيسيرو والهولندي مارتن يول، كما تولى القيادة الفنية لمصر المقصة وظفار العماني والفيصلي الأردني، وقاد منتخبات شباب الأردن وسلطنة عمان. رحلة عظيمة مع كرة القدم حفلت بلقب الأول، فمن أول لاعب مصري بالدوري الألماني لصاحب أول هدف مصري في كأس ألمانيا، ثم أول هدف مصري في كأس الإنتر توتو الأوروبي، وأول لاعب مصري والوحيد الذي يتوج بالدوري الكوري الجنوبي مع أولسان، كما أنه أول محاضر مصري بالاتحاد الألماني لكرة القدم بعد الاعتزال، وأول مدرب مصري يحصل على رخصة التدريب يويفا برو. تقرير حلو جدا الحقيقة كابتن عظيمة، منور ومشرف. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، ومشكرين جدا على طبعا على المقدمة الجميلة دي اللي فكرتني بالذكريات الجميلة كمان،
والحمد لله رب العالمين. احلى وقت الواحد وهو بيلعب كوره. طبعا طبعا. لا وطبعا كل وقت يعني كل سن وله جماله يعني زي ما بيقولوا. انما لما كنت بتلعب كنت بتبدع اكتر. ولما دخلت بقى على التدريب المسؤوليه زادت اكتر، وفيها ابداع طبعا وفيها حاجه جميله. طالما الواحد حابب شغله اكيد في يعني في متعه. انما طبعا ايام ما كنت بتلعب الاضواء كلها عليك، لما بتكسب الدنيا كلها شايفاك طبعا، لما بتخسر بتروح للمدرب. صح. صح. ملناش دعوه، احنا كنا بنبيع المدرب عليه جدا على طول. اللعيبه اللعيبه كده كده موجودين موجودين مسكين طبعا. فطبعا طبعا شغله يعني شغله التدريب شغله شاقه جدا جدا يعني. فعشان كده احنا بنقول لازم المدرب يتاهل من جميع النواحي الفنيه والنفسيه والتربويه علشان يقدر يتعامل مع الظروف دي كلها. حقيقي. طيب كابتن عظيمة، يعني انت كنت في المانيا انا عارف، وانت لسه راجع اعتقد من كام يوم. أيوة. اتفرجت على مباراه الاهلي والمقاولين ازاي، وايضا المباريات الماضيه يعني شفتها ازاي؟ طبعا خلينا نتكلم عن المقاولين تحديدا. المقاولين لعبوا امبارح 2-1. طبعا الفرقه طبعا كولر عمل روتيشن كويس، انا شايف ان هو كويس جدا. مصطفى شوبير برضو لازم يديله ويريح شناوي. مش معنى كده ان شناوي وحش ولا اي حاجه، لا بالعكس، في فترة من الفترات بعد ضغوط المباريات، واللي أنا أعرفه إن كمان الشناوي من أكتر اللعيبة أرقاما لعبا الموسم اللي فات ده كله في العالم، أنا ما بتكلمش في مصر، في العالم كله. فكان محتاج برضه إن هو يرتاح علشان الفترة اللي جاية يقدر يدي أكتر. وفي نفس الوقت طبعا مصطفى شوبير عمل مباراة كويسة جدا امبارح. وبرضو يعني اكيد كولر يعني فكر فيها انه كمان برضو يجهز الحارس الثاني لاي ظروف. شفنا شوبير لعب قبل كده في النهائي كاس افريقيا وكان متالق، وبرضو ان شاء الله ممكن نحتاجه برضو الفتره اللي جايه. في روتيشن اتعمل كويس، طاهر محمد طاهر جاب جول كويس، محمد هاني برضو جاب جول كويس، عمل مباراه كويسه جدا. وفي ناس بتقول لي طبعا اكرم وهاني والكلام، لا بالعكس، انا شايف الاثنين كويسين جدا. محمد هاني الفتره اللي فاتت كان من نمره واحد في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولما جه كمان اكرم اكيد المنافسه هتبقى كويسه وهتصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. طيب بما اننا بنتكلم عن هذه المباراه، برضو امبارح الناس شافت انه مثلا قد يكون هناك التجانس لسه مش قوي، برضو لانه عدد الروتيشن كان كبير في المجموعه اللي موجوده، سواء لما تبقى غياب 7 أو 8 ويمكن اكتر 10 لاعبين عن المباراه، اعتقد بيؤثر. هو شوف، هو طبعا اكيد بيؤثر، وطبعا المفروض ان بيبقى في بين المباراه الرسميه بتبقى في مباراة ودية. انما طبعا النادي الاهلي في الفترة الاخيرة ما عندوش وقت خالص، يعني كل 3 أو 4 أيام مباراة. فاعتقد ان هو ما عملش مباراة ودية لتجانس اللاعبين اللي هم ما بيبدأوش، او الاساسيين او ما بيبدأوش دايما المباراة. فطبعا النادي الاهلي جاب احسن لعيبة، المفروض احسن لعيبة في مصر، وانا شايف ان اول 11 او تاني 11 كلهم في مستوى واحد. النادي الاهلي عمل ماتش كويس جدا جدا امبارح، انا شايف 2-1 الغرض 3 نقاط. اوكي. وطبعا يعني كان في طبعا حاجه كده حصلت طبعا ما كانش المفروض ان هي تحصل، والنادي الاهلي النهارده عمل رد فعل كويس جدا طبعا بخصوص مجدي قفشه ان هو اعترض. بس طبيعي يعني، حضرتك عارف ان كل مش طبيعي، لكن انا اقصد ان اللعيب اللي بيبقى زعلان طبعا وبيحاول، من المفترض ان هو ما يطلعش ده قدام الناس بيني وبينك يعني، ولكن هو طالما اخطا خلاص عقاب، واخطا هو لاعب مهم داخل النادي الاهلي اخطا فتم عقاب. علشان كده احنا بنتكلم على ضغوط المباريات. صحيح. وانت لعيب دلوقتي محترف وما شاء الله عليه، مجدي قفشه من احسن اللعيبه بتلعب نمر 10 يمكن في مصر ويمكن في الوطن العربي كله بصراحه. لا والتزامه كمان ملتزم وما بنسمعناش، وشخصيه جميله كمان في النادي، وملتزم يعني بيروح قبل التمرين بساعتين ثلاثه، عارف كل الكلام يعني. عارف الكلام ده كله، انما انت دلوقتي لازم تسيطر على افعالك. النهارده الراجل مثل طبعا النهارده مثلا كولر طلعك، اكيد شايف حاجه عايز يحوشك او عايز يوفرك للمباراه اللي جايه، خصوصا ان احنا تقريبا ان النادي الاهلي هيلعب يوم 4 تقريبا مع سيراميكا، وبعد عايز خلاص الجونه وسيراميكا في استاد القاهره اعتقد، يعني عندك ماتشين مهمين جدا قبل التوقف. فانت مهم جدا برضو، هو راجل شايفها من الناحيه دي. فانت كمان لازم تساعد. انا ما بتكلمش على مجدي قفشه، انا بتكلم بصفه عامه ان اللاعب لازم يساعد نفسه. صحيح. ويساعد المدرب. انما غير كده النادي الاهلي عمل ماتش كويس،
وطبعا في بطوله السوبر الافريقي للاسف الاهلي خرج. يعني انا شايف ان مش بدون مبرر، انا شايف ان كان في ارهاق شويه، لانه طبعا النادي الاهلي سافر 35 ساعه سافرهم رايح جاي في 3 ايام، بعكس طبعا سان داونز اللي هو جه بس. صح، فالحاجات دي بتفرق برضو. انا عايز اقول لك حاجه برضو في هذه النقطه، انا عندي الشوط الاولاني مثلا في مباراه سان داونز انا اكسب 3-4، حضرتك عارف الاهلي كويس جدا، يعني حضرتك عارف الكوره بقى، يعني دي ده الاهلي كويس جدا، الاهلي كويس جدا. طبعا يعني بعيدا عن الكوره ما دخلتش جون، وبعيدا عن الاداء في الشوط الثاني، ولكن في النهايه انت عملت ماتش كنت تستطيع التفوز على هذا الفريق القوي الحقيقه، فريق سان داونز، كنت ممكن تكسب 3-4 الشوط الاولاني على الاقل. على الاقل، وعملنا ماتش كويس جدا على فكره، يعني الشوط الاولاني عملنا مباراه كويسه جدا، وهم قدروا برضو يعني يتعاملوا مع المباراه كويس. احنا الشوط الثاني بدانا نستعجل، وده طبعا يعني للاسف ما خليناش، انما برضو يعني نقيم نفسنا ونصلح من اخطائنا دي، وان شاء الله رب العالمين في المباريات اللي جايه اذا كانت في افريقيا ولا في الدوري العام بنبدا ان شاء الله نفكر واحده واحده على المباراه اللي جايه. المباراه اللي جايه طبعا الدوري اعتقد يوم الاربعاء. دوري يوم الاربعاء مع سيراميكا. كابتن، انت عايش في مدينه كولن كولن في المانيا. مودست من الفرق اللي تالق فيها هو بشده كولن. اتفرجت عليه، شايفه ازاي؟ طبعا. عامله ازاي؟ يعني شايف ان هو يعني كيف يستعيد لياقته؟ يعني هو ادى بشكل افضل الحقيقه من الماتش اللي فات. الماتش اللي فات كان كويس طبعا، يعني ولكن افضل. ايوه، هو طبعا مودست لعيب كويس جدا، كان هداف نادي كولن قبل ما يروح كولن، كان في فرقه اسمها هوفنهايم كان برضه هداف، بعد كده راح اف سي كولن هداف الفرقه، جاله عرض كويس جدا في الصين، سافر الصين لعب حوالي سنتين هناك، رجع برضه على اف سي كولن كان كويس، بعد كده جاله اصابه بدا يطلع بره الفرقه واحده واحده، يعني ما بقاش يبدا. خلص مع كولن، جاله بروسيا دورتموند انتقال حر، راح لعب في دورتموند كبير يعني، فريق كبير طبعًا جدا يعني. طبعا كولن ودورتموند تشامبيونز ليج على طول يعني، وفعلا كان ما كانش بيبدا كتير، بس دايما كان بينزل، كان بيفرق، يصنع الفارق لدورتموند. يعني دورتموند برضو فلسفتها زي فلسفه النادي الاهلي، ان هي استحواذ، ودايما بيقوم بالهجمات المنظمه والحاجات دي كلها، ودايما بيلعبوا في الصندوق، فهو كان دايما ينزل يفرق، يعني بيجيب جوال. بعد كده طبعا تقريبا مش تقريبا اكيد استغنت عنه طبعا فريق دورتموند، وبعد كده جه النادي الاهلي. انا شايف ان هو لعيب اوروبي، يعني مش افريقي، يعني هو مش جاي من افريقيا، لا ده هو مولود في فرنسا وعايش حياته كلها في فرنسا، الكره الاوروبيه والحاجات دي كلها، وجي طبعا دلوقتي على مصر. الكره تختلف تماما عن اوروبا، يعني الكره تختلف عن اوروبا، الجماهير تختلف، نوعيه الضغوط تختلف، انما ان هو يلعب مع النادي الاهلي في الفتره دي، وانا شايف ستيب باي ستيب ممكن يرجع تاني مودست. انا شايف امبارح ان عمل ماتش مش وحش، الكره اللي هو خدها دي على الطاير لو جول كانت هتفرق معاه كتير جدا جدا جدا، وبعدين بيوصل وبيروح، وبدا انا شايف ان هو بدا واحده واحده، فهو بس محتاج انه يتاقلم ماتشين ثلاثة، ياخد الثقة من لعيبته، ياخد الثقة من الجماهير. أنا شايف الميديا كلها برضو ضده، وده برضو أكيد ممكن يضغطه ضغط جامد جدا، وما يطلعش يعني يخليها طبعا بصورة سلبية، مش بشكل إيجابي، أكيد هيبقى سلبي على أدائه في المباريات، إنما هو طبعا في الأول والآخر لعيب محترف. يعني لسه كنت هقول لعيب محترف، المفروض يعرف يتعامل مع الكلام ده كله، بس إحنا الميديا عندنا في مصر والجمهور عندنا في مصر ضغط شوية. في ضغط شوية. يعني هو أنت شايف إن هو لعيب كويس، يعني لعيب كويس. لعيب كويس الفترة اللي فاتت دي كلها، يعني لعيب كويس، والسيرة الذاتية بتاعته كويسة، النادي الأهلي لما اشتراه على هذا الأساس، لا مش متعور، هو بس محتاج إنه يوفق، يوقف على رجله بدنية. اللياقة البدنية أنا شايف إن هو مش وحش بدنيا، هو مش وحش يوقف يعني. لا بيروح، أنا شايفه إمبارح بيتحرك بقوة، بيخش وبيروح بيلتحم، وسرعاته والحاجات دي كلها، إنما هو محتاج شغل كتير في الصندوق، يعني إحنا محتاجين شغل كتير في الصندوق، لما تخصصي تخصصي في الصندوق، هو بتاعته هي اصلا، يعني مش شغل مع المدرب، الفرقه ككل، يعني نخلق فرص اكتر من كده في الصندوق او في ال 18، فاكيد ممكن يحط واحده ولا حاجه وترجع له الثقه ويبدا يشتغل من جديد. احنا بنتمنى ان هو يتاقلم. ايوه احنا بنتمنى طبعا ان هو بيتاقلم علشان يقدر يفيد النادي الاهلي، يفيد نفسه طبعا الاول والنادي الاهلي، ويبسط جماهير النادي الاهلي. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا مره اخرى.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عظيمه، النادي الاهلي عمل بعض التدعيمات، رضا يعني حظنا فيه وحش، هيقعد لسه شهرين او يمكن يعني هنشوف قد ايه هيقعد. ايضا امام عاشور اعتقد من الصفقات الجيده يعني. طبعا نتكلم الاول على امام عاشور. انا شايف ان هو اكيد مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. شفته من اول مباراه نازل، عنده استعداد، عنده الرغبه، عنده هدف، دخل في وسط المجموعه بسرعه، يعني بدليل الهدف اللي هو جابه الفرقه كلها احتفلت معاه. الكلام ده كله دليل على ان تاقلم مع الفرقه بسرعه. صحيح. في كمان رضا. رضا لعيب كويس جدا، من نوعيه رونالدو، يعني من النوعيه اللي بتاخد الكوره وبتروح، ما بيخافش، جريء، بينقل الهجمه بسرعه. طبعا لعيب كويس جدا، ان شاء الله يفيدونا في الفتره اللي جايه. امام عاشور امبارح عمل مباراه كويسه جدا جدا جدا، واكيد يعني بعد الاصابه بتاعته بدا، انا شايف ان بعد مباراه امبارح وصل لنسبه 90% من لياقته البدنيه. بالنسبه لرضا طبعا بتمنى له الشفاء طبعا. اعتقد ان في كسر في الترقوه حاجه زي كده، فيها شهر ونص شهرين، واكيد هيرجع ان شاء الله كويس، لانه لعيب كويس جدا من نوعيه اللي النادي الاهلي كان مستنيها الفتره اللي فاتت، او كان محتاجها الفتره اللي فاتت. بيفكرنا طبعا بوليد سليمان والناس اللعيبه الكويسه اللي كانت بتنقل الملعب بسرعه. لعيب كويس من نوعيه رونالدو زي ما انا بقول لك، يعني نسميه رونالدو مش رونالدو، ريدالدو. فلعيب كويس ما شاء الله عليه. يعني الاهلي عنده ماتشين اللي جايين، سيراميكا والجونه، يعني توقعاتك للمباراتين، هل يستمر الروتيشن اللي بيعمله كولر؟ نتكلم اول بسرعه كده على سيراميكا. سيراميكا فرقه كويسه جدا، جايه طبعا بثقه او معنوياتها مرتفعه جدا، كسبانين طبعا بيراميدز 2-0، عندهم مدرب كويس بيلعب كره حديثه، الفرقه في حد ذاتها فرقه كويسه، عندهم عناصر كويسه جدا. النادي الاهلي هدفه اعتقد اكبر من هدف سيراميكا من الناحيه النفسيه. نعم. يعني هدفه ان هو دلوقتي 9 نقاط من 3 مباريات، هيكسب الماتش، تفكيره كده يعني، هيكسب الماتش اللي جاي هيبقى 12، اللي بعديه هيبقى 15 نقطه، 5 مباريات ب 15 نقطه هيفرقوا كتير جدا معاه، بالاضافه طبعا الى المباريات اللي هي المؤجله اللي هيلعبها بعد كده يعني. فهو عايز طبعا يوصل للتوقف يعني، على الاقل بنقاط كتيره يعني زي ما بيقولوا كده. الروتيشن ممكن واحدة يبدأ، يعني أنا شايف إن في 3-4 لاعبين ممكن برضو يبدأوا تاني، مثلا ممكن ديانج ممكن ينزل تاني، أنا شايف مصطفى شوبير ممكن الماتش الجاي يلعبوا كمان برضو، ديانج برضو شغال كويس، في كمان ممكن أكرم ينزله برضو تاني علشان يبدأ بلياقة المباريات. يعني ممكن يبدأ بروتيشن، بس مش روتيشن كامل أو كتير زي المرة اللي فاتت، هيحاول بقدر الامكان يقلله ويثبت الفريق بحيث ان هو برضه يطلع للفتره، او يطلع بعد ان هو يطلع يعني بعد الماتشين اللي جايين دول، يطلع طبعا يبقى عنده ارتياحيه ومستعد طبعا، والفرقه اللي قدامه والفرقه بتاعته طبعا يبقى وصلت لجاهزيه كامله، اذا كان الناس اللي بدات او الناس اللي هي طبعا كانت ما بتلعبش كتير. فهو مهم جدا جدا ان هو يوصل الفتره اللي جايه دي بجاهزيه كل اللاعبين للمباريات. كابتن، برضو على الجانب الاخر، النادي الاهلي بيستعد لدوري المجموعات. الحقيقه مجموعه النادي الاهلي تضم ميدياما الغاني، شباب بلوزداد الجزائري، يانج افريكانز التنزاني. اولا رايك في المجموعه، وهل يستعد الاهلي الحفاظ على ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين؟ طبعا المجموعه انا شايف انها كويسه. ميدياما الغني طبعا انا شايف انه ما عندوش خبرات كتير جدا، النادي دي اول مباراه هنلعبها طبعا في مصر، اعتقد يوم 24 25 11 الشهر ده، وبعد كده هنلاعب يانج افريكانز في زامبيا، في تنزانيا، وبعد كده شباب بلوزداد. انا شايف ان الاهلي بخبراته والمجموعه والعناصر اللي موجوده عنده دي، ان هو طبعا هيعدي من في المجموعات، يطلع كأول مجموعة كمان يعني، أعتقد ما فيش أي صعوبة. إنما مش عايزين نقول برضو كده إن الموضوع سهل، الموضوع طبعا مش سهل، الفرق دي كلها طبعا فرق أبطال في دولهم، وعايزين طبعا يثبتوا وجودهم، وخصوصا إن هم بيلعبوا طبعا ضد النادي الأهلي اللي هو يعني بطل أفريقيا. طيب أخد حضرتك نروح للدوري. دوري يعني مبكرا جدا، مش على غير العادة، كالعادة الحقيقة دايما بتحصل الداخليه، فاركو البنك الاهلي، هذه الانديه لجأت لتغيير المدربين. وجهه نظري ان ده بدري جدا يعني،
الى متى ستستمر هذه الظاهره من وجهه نظرك؟ لا يعني هو طبعا تغيير المدربين ده موجود في كل حته في العالم، بس احنا عندنا في مصر بسرعه بشكل سريع. ايوه احنا عندنا في مصر سريع شويه. احنا بعد 3 اسابيع هو في حد يقدر يعمل 3 اسابيع؟ خمس اسابيع او 4 اسابيع او 5 اسابيع. هو طبعا يعني المفروض ان هو الراجل طالما موجود اللي هو المدرب اللي هو جايب الفرقه وعمل اعداد مع الفرقه والكلام ده كله، المفروض بنديله فرصه ان هو يعني يحقق فكره مع الفرقه. انما في النتائج زي ما قلت لك هنا في مصر الميديا قويه جدا، الجماهير قويه جدا، فطبعا بتضغط مجلس الاداره، مجلس الاداره بيضغط طبعا المدرب، فبتبقى الامور مش كويسه، فده ممكن كمان ياثر عليه. احنا النهارده فوجئت النهارده في طبعا الكابتن في طارق مصطفى ما شاء الله عليه كان شغال قبل كده في المغرب، النهارده خسران 4 مباريات قبل كده او 5 مباريات تقريبا، النهارده بيكسب المصري 4-0، فدي حاجه كويسه جدا جدا برضو للمدرب المصري. المدرب المصري احنا عندنا على فكره كفاءات كويسه جدا، صحيح جدا جدا جدا، بس احنا محتاج ان هو ان احنا ناهله من ناحيه الرخص التدريبيه. تامر مصطفى مع ام بي ايضا وتامر على النهارده على مودرن فيوتشر، وتامر مصطفى مش الماتش ده بس، ده الماتش اللي فات يعني. تامر مصطفى برضو يعني بقاله 3 سنين أو 4 سنين شغال في الدوري الممتاز، بدأ ياخد الخبرات، وأنا شايف إن مجلس الإدارة حاجة كويسة إن هم برضو بيدوا للمدربين الشباب برضو الثقة، وهو خد الثقة، والنهاردة في تناغم، عملوا مباراة كويسة جدا جدا النهاردة ضد فيوتشر بصراحة يعني، وكانوا ممكن يجيبوا الجون الثاني والثالث كمان في الشوط الثاني في النهاية، فدي طبعا تحسب برضو لتامر مصطفى. في طبعا مين كمان، في عبد الرؤوف مثلا مع بلدية المحل شغال كويس جدا جدا جدا، بس احنا طبعا بنتمنى ان هم الناس دي كلها تكمل على كده ومجالس الاداره تشجع المدربين دي يعني. هذه النماذج الشابه اعتقد بيبقى ليها تاثير قوي ايجابي على الدوري وعلى سرعه الريتم على كذا، على تغيير الشكل العام للفريق للفرق بشكل مختلف يعني. اللي هو كمدرب يعني شاب مش شرط يعني طب لا طبعا مش شرط يعني، احنا برضه في اوروبا بنشوف في مدربين كبار في السن ويعملوا نفس الكلام برضه. المهم اللي هو التاهيل والفكر بتاعك انت كلاعب كمدرب، اذا كنت مدرب صغير في السن ولا كبير في السن، وحسب فلسفتك وانت عايز تعمل ايه بالظبط. فمش عايزين برضه نقول يا ابيض يا اسود، لا من في الشباب طبعا حاجه كويسه جدا. احنا بنتكلم دلوقتي لو هنتكلم اداريا عشان تطور الكره في مصر لازم تكتر اللي طبعا المدربين، عشان تكتر المدربين المصريين اللي عندك لازم تنزل او تدي الفرصه للمدربين الشباب عشان بعد كده يبقى عندك قاعده كبيره جدا جدا. وعلى فكره اللي وصلنا كاس عالم كابتن جوهر الله يرحمه خد بينا بطوله افريقيا 3 مع تقريبا مع النادي الاهلي، واخد بطولتين مع النادي الاهلي افريقيا كابتن حسن شحاته، 3 كاس افريقيا ورا بعض. في كمان كابتن عبد صالح الوحش ودانا الاولمبياد، كابتن هاني رمزي، كل دول على فكره مدربين مصريين يعني. احنا عند يعني كابتن شوقي غريب طبعا مش عايزين ننساه طبعا، عمل مباراه كويسه جدا برده ضد النادي الاهلي امبارح. كل الناس دي طبعا مدربين مصريين، بس احنا محتاجين ان احنا يعني كاتحاد كوره ان احنا ناهل المدربين دي وعلشان نطور من الكره المصريه. بمناسبه اتحاد الكره، انا اللي كنت عارفه ان حضرتك كنت هتيجي مدير فني للاتحاد، لماذا توقفت المفاوضات؟ والله يعني فعلا من فتره من سنه ايوه تقريبا، وفعلا يعني كنا على تفاوض لمده 3 شهور وقدرنا نعمل مشروع يعني مشروع كويس جدا على الطريقه الالمانيه، بحيث ان احنا برضو ناهل كل شيء من مدرب ولاعب ونعمل فرق كويسه جدا. انما طبعا للاسف ما حصلش يعني نصيب زي ما بيقولوا، وما اختلفناش، انما طبعا للاسف برضو ان حصل ان الكابتن ايهاب جلال كان ماسك طبعا المنتخب ساعتها وموفقش، مدرب كويس جدا على فكره، موفقش، فطبعا الاتحاد المصري خد قرار ان كل اللي بيشتغلوا في النادي او كل اللي بيشتغلوا في الاتحاد يكونوا اجانب، فدي كانت برضو هي دي. فطبعا توقفت المفاوضات، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، معاهم مدرب برضو كويس عمل شغل كويس الفترة اللي فاتت، نتائجه كلها إيجابية، يمكن خسر مباراة واحدة بس مع تونس يعني، إن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق. هنتكلم عن المنتخب بشكل عام، ولكن أرجع بحضرتك للدوري النهاردة مثلا، مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي وهزيمة النادي الإسماعيلي 3-2 في اخر ثانيه، يمكن كانت مباراه حلوه قوي جدا جدا يعني. جدا انا شفت المباراه برضو يعني، كنت بتفرج هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، فالاسماعيلي طلع الجيش اشتغل
خططي عالي جدا جدا جدا. هو عارف ان هو رايح يلعب نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي كابتن ايهاب جلال فلسفته في الاستحواذ وبيوصل بيلعب كوره بس. قدر عبد الحميد بسيوني ان هو يوقف فرقته صح، وبعد كده بيلعب على الكونتر اتاك او الهجمات المرتده، وفعلا قدر ان هو يستغل الكلام ده وبيجيب 3 اهداف. وطبعا النادي الاسماعيلي جاب هدفين كويسين، انما للاسف ما فادتوش كتير. انا شايف ان الكابتن ايهاب بيعمل استحواذ وشغل كله هجومي، انما انا شايف ان هو برضو لازم يفكر شويه في الناحيه الدفاعيه، وخصوصا في حاله الهجمه المرتده عليه، ازاي يقدر يتراجع امتى وبسرعه وفين وازاي. الحاجات دي كلها طبعا اكيد عند الكابتن ايهاب يفكر فيها شويه. كابتن، لو رجعنا تاني لموضوع الاتحاد المصري لكرة القدم وهذا الملف، يعني اعتقد ان مثلا موضوع الرخص في اتحاد كرة القدم، رخص للمدربين، هذا الموضوع له اهميه كبيره جدا، ولكن لو حضرتك كنت موجود كمدير فني كنت هتتعامل مع هذا الامر ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك عندنا مشكله كبيره في هذا الامر. طبعا للاسف يعني ان العالم كله دلوقتي هو طبعا الرخص دي بتعملها الفيفا علشان يضمن ان المدرب يشتغل مع اللاعبين بشكل علمي، ما بقاش فيها طبعا عشوائيات. فبدا بالدي وبعد كده سي بي اي والبرو. احنا للاسف عن ما في مصر يعني شغالين ببطء شويه، يعني بدانا نعمل دلوقتي اي دي والبي والسي والبي والاي، يعني عملناه يمكن مره واحده بس السنه دي، وده طبعا قليل جدا جدا. لما كنت لو كنت انا هنكون موجودين يعني كنا نقدر نطبق الكلام ده كله مع الاتحاد الالماني، بحيث ان احنا كنا ممكن نعمل اكتر من 5 أو 6 اي لايسنس في السنه. وطبعا البي كنا ممكن نوصلها ل 15 20، السي كنا برضو صح. وطبعا كنا هنعمل البرو. انت عارف ان للاسف ان في مصر ما فيش واحد معاه البرو، يعني حتى الكابتن حسام البدري، كابتن حسام البدري معهوش برو، راح يعمل البرو بتاعه في العراق في اسيا علشان يبقى معاه البرو، لان دلوقتي طبعا السعوديه ودول الخليج العربي كلها شغالين طبعا زي ما الاتحاد الاسيوي بتاعهم بيفرض عليهم انك لازم تشتغل بالشهاده بتاعتك او اللي هي والبرو كمان مش اي حاجه. فتخيل ان احنا لسه بنعمل السي والبي، فعندك الاي وعندك البرو، يعني انت لسه كده بدري. فلازم نستعجل، لازم نستعجل عشان نفيد مدربينا والله كويسين جدا. يعني انا ساعات بكون في حلوان مثلا بشوف المدربين الشباب الواعدين يعني بيتمرنوا مع الناشئين والشباب، شغل عالمي هايل، بس فيش واضحة بعض الاخطاء الاداريه كده، هي دي بس اللي ممكن يستفيد منها لو عمل الرخصه بتاعته كانت سي ولا بي ولا دي ولا الحاجات دي كلها، فهتلعب دور. فاحنا طبعا بنناشد طبعا الاتحاد المصري لكره القدم ان هو برضو يعني يعمم الرخص دي شويه ونخلي المدرب المصري يستفيد. عندنا منتخب مصر زي ما حضرتك كنت بتتكلم عنده منافسات في تصفيات كاس العالم، هنواجه سيراليون وجيبوتي، مجموعه اعتقد او رايك في هذا المجموعه وتوقعاتك طبعا. هو طبعا يعني الفتره اللي فاتت كده كمنتخب مصر هنتكلم كده كنتائج، الراجل فيتوريا شغال كويس، عامل مباريات كويسه، عامل نتائج كويسه باستثناء طبعا مباراه تونس اللي اتغلبنا فيها 1-0 صحيح. تقريبا من حوالي 3 أسابيع او شهر بالكثير كده كان موجود في الامارات، عمل مباريات وديه مع الجزائر برضو ماتش قوي جدا وكسب زامبيا 1-0. الحاجات دي كلها اكيد بتاثر تاثير ايجابي بالنسبه لطبعا لمنتخب مصر. عندنا المجموعه بتاعتنا جيبوتي، عندك سيراليون، عندك غينيا، بوركينا فاسو. انا شايف ان بفضل الله يعني ان شاء الله ربنا كرمنا يعني بالمجموعه دي، انما عندك عقبه وهي بوركينا فاسو فرقه كويسه جدا جدا والله. طبعا فرقه كويسه جدا، معظم يعني بحوالي 25 ل 30 لاعب محترف عالي اللي هم موجودين في المنتخب اللي بيمثلوا بوركينا فاسو، بيلعبوا كانوا في فرنسا ولا في المانيا او في الدوريات الكبرى، فاكيد عندهم طبعا الخبرات وعندهم الحافز ان هم يوصلوا برضو بلدهم طبعا لكاس العالم. عارفين طبعا ان هي فرقه واحده بس او دوله واحده بس هي اللي بتوصل. فانا شايف ان شاء الله رب العالمين مصر هتكون في الصداره، عندنا مجموعه لاعبين على مستوى عالي، مدرب على مستوى عالي، جمهور برضو على مستوى عالي، وان شاء الله رب العالمين هتبقى يعني فتحة خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله. على الجانب الاخر عندنا مصر، غانا، الراس الاخضر، موزمبيق، مجموعتنا في كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار 2024. انا شايف برضو ان المجموعه كويسه جدا بالنسبه لنا، واكيد هنكون
هنتأهل يعني، هنتأهل إن شاء الله للدور الثاني في دور المجموعات، في دور المجموعات مش دور المجموعات، المجموعات التمهيدية دي نوصل إن شاء الله لدور الثمانية. طيب منتخبنا الأولمبي وأولمبياد باريس 2024، كيف يمكن إعداد منتخب أولمبي يستطيع المنافسة على ميدالية؟ شوف، هو منافسة على ميدالية دي تبقى صعب شوية، إنما ليه لا؟ يعني احنا برضو مع الكابتن شوقي غريب عملنا شغل كويس جدا ووصلنا دور الثمانية تقريبا. صحيح. وللأسف مع البرازيل يعني ما كملناش تقريبا. احنا عندنا عناصر كويسة جدا. انا شفت طبعا بطولة افريقيا كانت كويسة جدا بالنسبة لنا، طلبنا في النهاية، انما عملنا مباراة كويسة جدا. مهم جدا بالنسبة لك انت يكون انت عندك فلسفة تشتغل عليها، انك تنقي اللاعبين اللي هي تقدر تنفذ لك فكرك كمدرب. وبرضو مش هيكون النهاردة أو بكرة، المفروض أنت بتبدأ بفلسفتك من تحت. زي السنغال، السنغال دلوقتي يشتغلوا عشان يوصلوا للمرحلة اللي هي فيها دي حوالي 10 أو 12 سنة، يعني بدأ وهو عنده 12 سنة 13 سنة 14 سنة يشتغل على كده بفلسفة معينة لغاية لما وصل أنه هو بدأ ياخد بطولة أفريقيا ويوصل كأس العالم أوتوماتيكلي، يعني بالراحة يعني زي ما بيقولوا كده. فمهم جدا يبقى انت كمان عندك فلسفه، وده طبعا المفروض يبقى عندك الفلسفه او عندك مشروع مع اختلاف الاشخاص. يعني فرضنا ان المدرب ده مشي، جه مدرب تاني بيمشي على الفلسفه بتاعتك، زي الفلسفه اللي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده فلسفه معينه ان هو راجل نادي بطولات، وعنده فلسفه ان هو دايما هو اللي بيقوم بالفعل مش برد الفعل، اذا كان بيلعب بره ولا جوه. فاحنا فمنتخب مصر نفس الكلام، منتخب مصر من اكبر طبعا الفرق اللي موجوده، 7 بطولات افريقيا. فالمفروض انه يبدا يعمل فلسفه من تحت علشان يبدا يشتغل وياخد بطولات. الكلام ده شايفينه دلوقتي في المغرب شغال عليه كويس جدا والسنغال. نتمنى يا رب ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا وللنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كابتن محمد شرفتنا ونورتنا وسعداء جدا بوجودك معانا، ودايما الحقيقه بنسعد بوجودك. حبيبي يا كابتن اسلام، كل ما تيجي من المانيا كده دايما انا طبعا تحت امر قناه النادي الاهلي طبعا. وفي اي وقت، وانا كنت سعيد جدا جدا طبعا في قناه النادي الاهلي، متشكرين جدا على المقدمه الجميله اللي انتوا عملتوها للنادي. متشكرين جدا، ربنا يبارك لك. الله يخليك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الأساتذة الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير.